من الحدود اللبنانية السورية في عرسال وما يجري فيها إلى الحدود السورية التركية في كوباني اللجوء واحد، ولكن التفاصيل مختلفة. بعد الهجمات المتكررة من قبل تنظيم الدولة على كوباني وما حولها، زادت أعداد اللاجئين من ريف المدينة نحو المناطق الحدودية التركية، إلا أنه في اليوم الأول من اللجوء بقي الأهلاف من الأكراد على الحدود التركية ينتظرون قرارا من الحكومة كي يتم السماح لهم بالدخول إليها والهرب من الأعمال الإرهابية التي بات يقوم بها مسلح التنظيم تحت أعين العالم. في اليوم الأول من الهجمة الكبيرة على أهالي كوباني، ناشطون أعلنوا أن انتظار الأهالي على الحدود استمر يوما كاملا قبل أن تسمح السلطات التركية بإدخال العدد القليل منهم إلى المناطق الحدودية، في حين أن هناك العديد من أهالي كوباني رفضوا الدخول إلى تركيا وترك مدينتهم لمسلحي التنظيم وفضلوا البقاء فيها وحتى الموت دفاعا عنها. يرجح مراقبون بأن سيناريو سنجار في كردستان العراق سيتكرر في كوباني، ولذلك ما يزال البعض يرفض النزوح، والبعض الآخر أخرج النساء والأطفال من كوباني وعاد ليقاتل مع الوحدات الكردية المقاتلة هناك. اللاجئون من كوباني إلى تركيا لم يروا سوى الأرصفة والحدائق العامة والجوامع مكانا للنوم في ظل غياب المساعدات الإنسانية، حيث أنه لم يقدم لهم سوى مساعدات بسيطة كالمساعدات التي قدمتها الحكومة السورية المؤقتة، وهي حوالي 500 علبة حليب أطفال، وقامت بعض الجمعيات الإغاثية بتوزيع بعض الأطعمة على الأهالي، ولكنها غير كافية ولم تصل إلى حد مستوى الكارثة التي يتعرض لها اللاجئون. لمعرفة تفاصيل أكثر عما يجري مع اللاجئين الذين خرجوا من كوباني، معي في الاستوديو شيفان خابوري ممثل حركة المجتمع الديمقراطي، وأيضا سينضم إلي إدريس نعساني نائب وزير خارجية كوباني من كوباني عبر سكايب، وجوان إسماعيل ناشط إعلامي من الحدود السورية التركية عبر الهاتف. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ معك أولا جوان إسماعيل ناشط إعلامي من الحدود السورية التركية. كما تم الحديث في التقرير بأنه وضع اللاجئين الذين خرجوا من كوباني إلى الآن هو وضع ليس بالجيد، ينامون في العراء على الأرصفة في الحدائق العامة، مساعدات خفيفة جدا. دعنا في صورة عن تفاصيل أكثر، هل تم يعني إيجاد مكان مناسب لهم؟ هل أنشئت خيام لهم؟ نعم، وصل عدد النازحين إلى مدينة تركيا 150 ألف نازح، أغلبهم الآن في مدينة السروج. مدينة السروج يبتعد عن كوباني 4 كيلومتر، ولكن معاناة حقيقية ومؤثرة جدا تعاني النازحين. أغلبهم نازحين ينامون الآن في الشوارع والحدائق والجوامع والمدارس، ولا يزال 1500 سيارة معلقة حتى الآن في منطقة الألغام والسكة القطار ينتظرون موافقة الحكومة. من جهة الإغاثة في صباح اليوم وصل إلى معبر السروج التركية 10 قاطرة محملة بالإغاثة تابعة لمؤسسة البرزاني الخيرية في أقليم كردستان العراق. من جهة منظمات سورية الخيرية لا توجد غير مجموعة واحدة، وهي غرفة تنسيق ودعم كوباني، تعامل مع الحكومة المؤقتة وعدة منظمات أخرى على الدعم الإغاثي والصحي. ومنظمات تركية تعمل بشكل عنيف جدا، والآن يقومون يقومون بمساعدة النازحين بالأكل والماء والمعونة. منذ امبارحة افتتحت عيادة طبية مع صيدلية تابعة لمنظمة الهلال الأحمر القطري في مدينة السروج وفي مدينة السروج وبلدية، والآن يتقدم بلديات السروج وديار بكر تعمل على تأمين الغذاء والماء. من جهة أخرى تركيا الآن تعزز قوتها عبر الشريط الحدودي. أما في وضع الميداني، اشتباكات مستمرة بشكل عنيف جدا بثلاثة محاور كوباني عنفها الآن في ريف الجنوبي. تمكن وحدات حماية الشعب تفجير دبابة كانت متمركزة في نواحي قرية روفي جنوب كوباني، ولكن داعش ترتكب مزرعة حقيقية بحق المدنيين الكرد التي سيطرت على قراهم، بحق المسنين بالعمر والأطفال والنساء. طيب، ولكن على الرغم من ما ذكرته جوان، معلومات تحدثت عن أنه في أعداد من اللي خرجوا من كوباني الآن خاصة من الشباب أنه أمنوا على نساء وأطفال وشيوخ وعادوا إلى كوباني، وعم يقولوا بأنه وحدات الحماية الشعبية عم تحقق تقدم. وهون اسمح لي روح للأستاذ إدريس نعساني نائب وزير خارجية كوباني، هل صحيح بأنه الشباب الأكراد يعودون الآن إلى كوباني؟ تحية لك ولضيوفك الأعزاء ولمشاهدي قناة أول كانت. طبعا الشباب بدأوا يعودون إلى مدينتهم ليقاتلوا إلى جانب وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة
الذين يخوضون مقاومة عنيفة ضد هجمات تنظيم داعش الإرهابي. هؤلاء الذين أمنوا على نسائهم وأطفالهم من خشية المذابح وتكرار سيناريو شنغال الذي ما تسمى بسنجار الذي ذبحت فيها داعش الكثير من المدنيين الأبرياء والأطفال، وأيضا سبت النساء وأخذتهم إلى أسواق مدن أخرى. يعني هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي يرتكبها هذا التنظيم الإرهابي العالمي هو ما دفع الكثير من المواطنين إلى إخراج عوائلهم من كوباني، ثم عادوا للقتال والدفاع عن مدينتهم. طبعا هناك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة هناك الآلاف من مواطني كوباني الذين يعبرون البوابة الحدودية بصورة يومية ويعودون إلى مدينتهم، يقبلون تراب هذه المدينة. طيب. ويقولون بأننا مستعدون على أن نموت وأن ندفن في هذا التراب على أن نخرج للنزوح إلى بلدان الجوار. طيب إذا ما أردنا التحدث على طريقة التعامل مع اللاجئين الذين ذهبوا إلى تركيا نسبيا من حيث ما تم تقديمه لهم، كيف يمكن أن تصفه خاصة في ظل أنه العدد كان كبير جدا تقريبا 150,000؟ عذرا السؤال لم يكن واضحا بسبب رداءة الصوت. نعم، عم بسألك عن تقييمك للتعامل التركي مع اللاجئين الأكراد من كوباني، خاصة بأنه عددهم كان تقريبا 150,000، المستوى اللي تم فيه تلبية احتياجاتهم كيف تراه؟ نعم، يبدو أن الحكومة التركية لم تكن مستعدة لاستقبال النازحين السوريين الذين أو العوائل التي خرجت إلى تركيا التماسا للأمان هناك. يعني ليست هناك أي إجراءات، يعني لم تكن هناك أي تحضيرات، لم يقدم لهؤلاء اللاجئين الحد الأدنى مما هو مطلوب في هذه الحالات. ليست هناك خيام، ليست هناك يعني حتى المنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية لم تكن مستعدة للقيام بأي شيء بأي من واجباتها الإنسانية تجاه هذه العوائل التي يعني استطاعت فقط أن تفر بجلودها يعني في أحسن الحالات. يعني إذا في تركيا الحالة مزرية، الحالة يعني مأساوية، الجميع ينامون في الشوارع، الجميع ينامون في الحدائق، ينامون في الساحات، يشكون يعني من وخاصة أننا مقبلون على يعني فترة تقلب جوي، يعني قد نشهد هناك بعض الأمطار أو برودة في الليل أو ما شابه ذلك. نعم. ليس هناك الحقيقة استعدادات كافية لمساعدة. طيب. هؤلاء طيب اسمح لي هون انتقل لضيفي بالاستوديو الأستاذ شيفان. كنا بالمحور الأول عم نحكي عن اللاجئين بعرسال وشو عم بيصير فيهم، أحلاق لخيامهم، الضرب، القتل، الاعتقال، الاتهامات، يعني الاحتقان الكامل تجاه اللاجئين بعرسال. إذا ما حبينا نقارن برأيك بين اللي عم يصير بعرسال وبين استقبال تركيا للاجئين الأكراد اللي راحوا بفترة قصيرة، يعني 150,000 شخص ما نوع عدد سهل خلال فترة قصيرة راحوا على تركيا. بداية نحيي صمود أبناء شعبنا في مدينة كوباني الكردستانية، كما ونحيي مقاومة وحدات حماية الشعب المتمثلة بيبيجي ويبيجي ضد هؤلاء المغيرين الإرهابيين والمتطرفين المتمثلين بداعش. أما بالنسبة لهجرة 150، هنا تحفظ على هذا الرقم كونه حسب إحصائية حسب الرئيسة المشتركة للبلدية في تركيا، أكدت أنه تم دخول 30,000 فقط من كوباني إلى تركيا، وأيضا أكدت أنه الكثير من الشبان والشابات بعد أن أمنوا على نساء عن أهاليهم من أطفال وعجز حاولوا العودة إلى كوباني مرة أخرى للوقوف إلى جانب وحدات حماية الشعب والتصدي للإرهاب. لكن هنا بالنسبة للدور التركي كان في البداية منذ دخول هؤلاء المهجرين الذين دخلوا من كوباني إلى تركيا كان تعامل الحكومة التركية معهم تعاملا سلبيا جدا، فأكثر تقريبا يوم كامل بقوا على الحدود، وهناك أكثر من طفل كان في حالة صعبة جدا، وهناك وفاة لامرأة مسنة، والكل يستطيع مشاهدة هذا ضمن الفيديو المصور عليه. أما بالنسبة للشابات والشبان الذين حاولوا الرجوع
إلى أرضهم والدفاع عن شرفهم وكرامتهم في مدينة كوباني الكردستانية، أيضا تصدت لها القوات التركية بالغازات المسيلة للدموع وبإطلاق النار أحيانا، فاستخدمت أساليب لا تليق بدولة مثل تركيا كوضع إنساني لهذا الشعب. ليش هن تصرفوا بهالطريقة برأيك؟ ليش بدهم يمنعوهم يرجعوا؟ ليش؟ لأنه أصلا نحن في البداية بدنا نقول كيف تعززت قوى داعش في كوباني؟ السؤال لازم يكون هون. تركيا لها دور في تقديم التسهيلات والتعزيزات العسكرية لداعش، ومررت لها أمور كثيرة لتدخل إلى مدينة كوباني وتقاوم هذا الشعب. فالسؤال هنا، من أين أتت داعش بهذه الكميات الهائلة من السلاح المتقدم والثقيل؟ هناك أكثر من 35 دبابة دخلت إلى مدينة كوباني، من أين أتت؟ أليست الحدود التركية هي سبب؟ أين كانت الحكومة التركية إذا هي تقول ليس لي دارية بهذا الموضوع؟ دبابات وسلاح ثقيل عم يدخلوا من تركيا لمدينة طيب كوباني. طيب، ولكن الحدود واسعة كثير، يعني قد ما حاول تمام. أنا بعطيك دولة إنها تضبط الحدود، في حدود مثال. حتكون ما تقدر تضبطها. ليش لما طفل أو شاب يروح من سوريا، من أي نقطة حدودية بين سوريا وتركيا، بيحاول يدخل لتركيا بيمسكوه العساكر وبينزلوا فيه ضرب وبيعذبوه وبيرموه بعدين على الحدود؟ ليش لما شخص واحد بيدخل بيمسكوه، ليش لما دبابات وكميات هائلة من بس من هذا الشيء عم بيصير، انه عم يعملوا هيك مع اللاجئين اللي عم يحاولوا يدخلوا؟ ما هلا شوفي ما في عم يمسكوا ويضربوا ويعذبوا. لا لا، ما في نقارن. نحن بنربط مأساة الشعب، شعب كوباني، بنربط مأساة هالعوائل اللي انتقلوا لتركيا، ذات نربط هاي المأساة وما راح تخلف هاي المأساة كمان بالدولة التركية والحكومة التركية. مشان هيك نناشد الحكومة التركية ونناشد السيد أردوغان أن يضع حدا لهذه التصرفات، وأن يكون يد عون مع وحدات حماية الشعب. طيب، لاجتثاث الإرهاب. فهذا طيب الإرهاب اليوم كان بكوباني، بكرة ينتقل. طيب، بما أنك عم تحكي مستاء من هذا الشيء، وعم تحكي انه معامله سيئه والى اخره، انا مستاء. خليني بس نقطة. انا بقول انه اذا بدك تقارن، لا بس اوضح النقطه. تفضل. انا مستاء حتى لو مستقبلا قدموا لي خيم VIP وخمس نجوم، انا راح اكون مستاء. لانه الدوله التركيه، الحكومه التركيه هي المسؤوله عن تهجير هؤلاء المدنيين، لا هي اللي قدمت التعزيزات والدعم العسكري واللوجستي لتنظيم داعش. هاي الاتهامات ممكن كثير يردوا عليك بانه هي اتهامات هي نتيجه يمكن الصراع بين الاحزاب الكرديه. انا بعطيك مثال، هل يا ترى الدبابه لها جناحات بتطير؟ اذا 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 فقط ما مثل ما حكينا كمان ان الحدود مفتوحه، الحدود مفتوحه، لكن طيب في جيش تركي في وين كان؟ طيب التعامل مع اللاجئين، اذا بدنا نحكي عن التعامل مع اللاجئين، اذا قارنا انت مستاء جدا هلا من التعامل مع اللاجئين، اذا قارنا تعامل تركيا مع اللاجئين الاكراد اللي انت عم تتهمها بانه هي عم تسعى لا الى اخره شيء بيضر الاكراد، بتعامل اللبنانيين جيران السوريين اللي هن يعني في خبز وملح بيناتهم مثل ما بيقولوا، مو كل اللبنانيين طبعا، الجيش اللبناني، عناصر من الجيش اللبناني مع اللاجئين بعرسال، شو بتقول؟ انا بقول الفكره هي عباره عن سلسله، ما فينا نجزئها. هي اساسا بدنا نلحق سبب المأساة مين كان، يعني السبب الأساسي لمأساة الشعب السوري اللي تهجر وراح للبنان كان هو النظام. السبب الأساسي لتهجير أهالي كوباني وراحوا لتركيا هي داعش اللي قدمت له تسهيلات الدولة التركية. أما بالنسبة للاجئين السوريين إنسانياً ممكن حالياً في الوقت الحالي نحن نندد بأي دولة ما بتستقبل اللاجئين بطريقة إنسانية ومحترمة، نندد يعني هاي مفروغ منه. طبعا شيء أكيد أنه التصرف اللي عم يقوم هلا مع الشعب السوري المهجر في لبنان، هاي التصرفات مرفوضة، وهاي التصرفات مكان نقد، يعني مكان نقد شديد هذا. يعني على الرغم من انتقادك لوضع اللاجئين هلا كوباني بتركيا،
بتوافق على أنه وضعهم أفضل من وضع اللاجئين بعرسال؟ هلا أنا بعطيكي مثال بالنسبة لوضع اللاجئين. جاوبني بس بجملة صغيرة لأنه انتهى البرنامج. بجملة صغيرة، العمر اللجوء لأهالي كوباني أقصر من عمر اللجوء للأهالي السوريين في يعني مستقبلا ما رح نعرف شو رح يتصرفوا معه. طيب أنا بتشكرك شيفان خابوري ممثل حركة المجتمع الديمقراطي على وجودك معي بالاستوديو، وأشكر أيضا إدريس نعساني نائب وزير خارجية كوباني من كوباني كان معي عبر سكايب، وجوان إسماعيل ناشط إعلامي من الحدود السورية التركية على هذه المشاركة. نختم حلقة اليوم من هنا سوريا، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.